اسعد الله صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا. لقاء جديد يجمعنا فيكم مع جوله سريعه رصدنا من خلالها ابرز الاخبار والهاشتاجات المتداوله في مواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا برجال الداخليه بحماه الوطن رموز الفداء والعطاء نبدا اول اخبارنا ممتنين لجهود رجال هذا البلد الواضحه واللي ضربوا اروع الامثال في اداء الواجب وانجاح العمليه الانتخابيه. وبهالمناسبه رصدت كاميرات المغردين لقطات مختلفة لرجال الشرطة مشيدين بأدوارهم الثمينة متمنين لهم دوام الصحة والعافية. نشوف معاكم جانب منها على الشاشة. نبني الكويت بالذي تبليه روحا وابدا، نحن رجال الأمن في عيوننا يبقى الوطن، يبقى الوطن. نبني الكويت بالذي تبليه روحا وابدا، وديعة نصونها من الصبا إلى الكفن، كويتنا أمانة بالروح والروح الثمن، نحن الرجال عهدنا لله في طول الزمن، أن نحرس الدار وأن نحفظ من فيها سكن، نحن الرجال عهدنا لله في طول الزمن، أن نحرس الدار من دمك حياة لغيرك. عنوان الحملة الرابعة واللي أطلقتها محافظة الأحمدي للتبرع بالدم اليوم الجمعة في تمام الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 7 مساء. نشوف معكم التفاصيل بالتغريدة الجاية من حساب وزارة الإعلام. وننتقل معاكم لمطار الكويت الدولي واللي ابدى استعداده لاستقبال موسم عطله الصيف ضمن خطه زمنيه متكامله. نتابع تفاصيلها مع مدير اداره العمليات بمطار الكويت الدولي منصور الهاشمي بهالفيديو من حساب الاخبار والبرامج السياسيه. تابعوا معنا. الإدارة العامة للطيران المدني وضعت خطة متكاملة من بداية الصيف، والحمد لله تزامنت هذه الأوقات مع إجازة الصيف وانقضاء بعض المراحل الدراسية في الإجازة اللي موجودة، وتلاحقا مع الحج إن شاء الله والعيد الأضحى المبارك إن شاء الله وإجازة الصيف. كل هذه الإجراءات خذيناها على خطة متكاملة زمنية مع إجراءات التشغيل وطلبات التشغيل في جميع مباني الركاب، خطة موضوعة كاملة متكاملة للقياس عناصر الجودة في تفعيل وإجراءات التشغيل في جميع مباني الركاب مع الخطة الزمنية وإجراءات التشغيل ووجهات السفر على كل جهة ومبنى على حدة لتفادي جميع إجراءات ازدحامات وتقديم كافة التسهيلات لجميع مباني الركاب لجميع وجهات السفر على حسب الاشتراطات التشغيلية الموجودة. سيد منصور الهاشمي مدير إدارة العمليات في الإدارة العامة للطيران المدني، احنا نقول الله يعطيكم العافية. احنا قاعد نشوف بعض مرات تصير نوع من الزحمة، لكن معاونات ما شاء الله يعني خلال دقائق ما تشوف ولا شيء فيها، يعني الزحمة يعني يعطيكم العافية، ربعكم ما شاء الله من أفضل ما يمكن. لكن خلينا نتكلم عن تعاونكم مع شركات الطيران، لابد أن في بعض الأمور بعض المستجدات في شركات الطيران المدني توصل لكم وتحبون توصلونها مثلا حتى للمسافر المقادر أو القادم لدولة الكويت. نعم،
لله الحمد الإدارة العامة للطيران المدني في جميع قطاعاتها تدارست حركة السفر وحركة الركاب في جميع مباني الركاب في طاقة استيعابية زمنية على مدار الساعة في جداول موضوعة لملامسة للواقع اللي موجود والتشغيل كلها نسبة وتناسب على حركة السفر وإجراءات التشغيل حتى لا تتم فيها اختناقات أو ازدحامات ونقدم كافة التسهيلات لالتزامنا في جميع عناصر الجودة والتشغيل المباشر والتشغيل غير مباشر في جميع الإجراءات التشغيلية على حسب الإجراءات المحلية والعالمية في حركة الطيران. أما فيديونا الجاي من حساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وليظهر من خلاله إنجاز الدكتورة انتصار الهتلاني من جامعة الكويت بالتعاون مع جامعة ألبانيا الأمريكية بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشروع بحث يهدف إلى تحسين تقنيات التحليل الكيميائي المستخدمة في الطب الشرعي لمساعدة السلطات القانونية على مواجهة آفة المخدرات. نتابع تفاصيل على الشاشة. بتمويل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي استطاعت الدكتورة انتصار الهتلاني وهي أستاذ مشارك في قسم الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الكويت وبمساعدة فريقها البحثي بالتعاون مع جامعة ألبني في نيويورك من استكمال مسيرتها في البحث العلمي في مجال تطبيقات الكيمياء التحليلية في علوم الأدلة الجنائية. تركز الدراسة على تحليل عينة بصمة الإصبع وكيفية تحليلها الكيميائي للحصول على معلومات تتعلق بنمط الحياة والعادات التي يزاولها المتبرع بالعينة. في غالب الأحيان تحلل بصمة الإصبع عن طريق المقارنة بين بصمة مجهول المصدر مع بصمة شخص مشتبه به، وفي حال عدم وجود مشتبه به للمقارنة يكون اللجوء إلى المكونات الكيميائية للبصمة لمعرفة بعض العادات المرتبطة بالمتبرع. وقد ركزت الدكتورة الهتلاني في هذه الدراسة على استخدام أشعة الليزر للتحليل الكيميائي لبصمة الإصبع. من خلال تحليل النتائج باستخدام برامج متطورة أثبتت أنه يمكن التفريق بين بصمة شخص لم يلامس المخدرات والبصمة بعد ملامستها. واستكمالاً لتلك الدراسة قامت الدكتورة الهتلاني بدراسة تأثير عامل الوقت ودرجة الحرارة، وتبين أنه لا يزال من الممكن الكشف عن وجود المواد المخدرة في البصمة حتى مرور 40 يوماً. وتهدف هذه الدراسة إلى استخدام تقنيات التحليل الكيميائي في علوم الأدلة الجنائية لمساعدة السلطات الأمنية في مواجهة آفة المخدرات. تحت شعار طموحنا برلين أرسلنا لكم هذا الفيديو الجميل لمنتخبنا الوطني للإعاقات الذهنية ومشاركته في دورة الألعاب العالمية الصيفية 16 الأولمبياد في برلين. نتابع معكم التفاصيل ونتمنى لمنتخبنا كل التوفيق. شجعوا أبنائنا من ذوي الإعاقات الذهنية في دورة الألعاب العالمية 16 برلين 2023. كل اللي عليكم تدعمونهم كلمة وتسوي لهم منشن على حسابهم. شجعوهم وسووا لهم منشن. طموحنا برلين 2023. شجعوهم سووا لهم منشن. طموحنا برلين. شجعونا طموحنا برلين 2023. أتمنى تشجعونهم وتسووا لهم منشن. طموحنا كلنا برلين. شجعوهم سووا لهم منشن. طموحنا برلين. Encourage it. بالتوفيق. بمناسبة يوم الشباب الخليجي واللي يهدف بالاهتمام بشباب دول المجلس وسبل رعايتهم وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم، رصدنا لكم فيديو لتنظيم الهيئة العامة للشباب ورشة مهارات القرن 21. نتابع تفاصيله معكم على الشاشة. اليوم تواجدنا مركز شباب الدعية، قاعدين نسوي ورشة عن مهارات المستقبل. في 30 مهارة أساسية للمستقبل. اليوم يجمعنا الشباب عشان نعلمهم 6 أساسيين، منهم التفكير النقدي، حل المشكلات، التفكير الإبداعي وغيرها من المهارات. وسعيدين بتواجدنا وبتواجدهم. كنا اليوم في دورة تدريبية تضم الشباب وتهتم إلى
طاقات الشبابية، وسعنا مع بعض دائرة التفكير والإبداع لدى الشباب لزيادة الإنتاجية. اليوم الدورة كانت حيل جديدة، كانت تواكب هذا الأحداث اللي قاعد نعيشها والزخم اللي قاعد نعيشها، فهالمهارات وايد راح ترتقي فينا، مهارات تصلح بالحياة العملية وتصلح بالحياة الاجتماعية. والختام مشاهدينا تحت هاشتاغ نيويورك، واللي صارت برتقالية بعد ما تسببت حرائق الغابات في كندا إلى تدهور جودة الهواء على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وحجبت سحاب الضباب دخاني ناطحات السحاب وأجبرت السكان على وضع الكمامات. نشوف معكم تفاصيل الفيديو المتداول من حساب كويت نيوز. وبهالخبر مشاهدينا نكون وصلنا معاكم لنهاية جولة اليوم. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة. مع السلامة.